واحد. أنا بحبك النهاردة أكتر من كل يوم. إيش معنى النهاردة؟ طمني يا دكتور. الباقية في حياتكم. كان مستحيل إنقاذها. ولو إن الجسم كان سليم لكن الجمجمة اتهشمت. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجسم سليم. أنت بتقول الجسم سليم يا دكتور؟ أيوه. أنا لازم أعمل حالا عملية الليلة. لأن أعتقد إن قلب رجاء ما زالت فيه الحيوية. معقول. اللي تشوفه. اسمع يا جدي. نعم يا ولدي. خليك انت جنب وحيد وبلغه الخبر بالتدريج احسن ما تحصل له مضاعفات. حاضر يا ابني. رجعوا الجثه تاني وحضروا العمليات حالا. دكتور منير، دكتور البنج يبني في ليله وحيد. حاضر. ازاي صحتها؟ الحمد لله. العملية نجحت. لقد أراحها الله يا ولدي. ماتت. ماتت. تلك إرادة الله. احمد ربك كثيرا على ذلك.